وفي ساحة السبعين بالعاصمة صنعاء، حيث تجمع الحشد البشري الهائل بالملايين بعد صلاة الجمعة للمشاركة في المهرجان الجماهيري الحشد الذي يعد الأكبر والأضخم من نوعه في تاريخ اليمن. شارك فيه ملايين المواطنين الذين توافدوا من عموم محافظات الجمهورية. ألقى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كلمة إليكم تسجيلا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحشد الجماهيري الكبير، الأخوة والأخوات الموجودين في ميدان السبعين والذي في مساكنهم وفي محافظاتهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، مع الموجودين في العاصمة والمرابطين في المحافظات، على هذه المشاعر الطيبة، على هذه المشاعر الفياضة. ولن أرد على أحد، ولكن الشكر والتقدير لأبناء الشباب وشابات، لأبناء الشباب وشابات، لكل جماهير شعبنا اليمني العظيم. وأنا أتعهد لكم أيتها الجماهير أنني سأفدي هذا الشعب بالروح بالدم. سأضحي بالدم والغالي والنفيس من أجل جماهير شعبنا اليمني العظيم. تحية لكم أينما كنتم في الداخل والخارج. أكرر لكم التهانية وأكرر التهاني الحارة، وعلى هذا المشاعر الطيبة، وليس عندي ردا على أي شخص. أتمنى أن يكون خطابهم حصيف ومسؤول، يخاطبها الجماهير دون أن يتلفظون بألفاظ غير مسؤولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي محمد مجور قد ألقى كلمة قال فيها: وأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. فخامة الأخ الرئيس، الأخوة الأعزاء، يا جماهير شعبنا العظيم، بداية أرحب بكم في هذا المهرجان الجماهيري المعبر عن مواقفكم التضامنية، وأنقل إليكم تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام في الأسبوع الماضي أيها الأخوة، وفي هذا الميدان بعثنا جميعا رسالة واضحة وقوية ومعبرة عن مواقفنا دفاعا عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية التي حاول البعض التطاول عليها ممن استوتهم مواقف التطرف والغلو. وفي هذا اليوم نبعث لهؤلاء والعالم أجمع رسالة أخرى تؤكد من خلالها الغالبية الساحقة من أبناء اليمن الأبطال الأوفياء
المخلصون المحبون لوطنهم وأهلهم، والمدافعون عن حقوقهم المشروعة، الوقوف على ذات المبادئ والأهداف ذات القيم والمواقف، دعما وتأييدا للوطن ولقائد الوطن وزعيم اليمن المناضل الكبير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الذي يحاول البعض من أقزام المعارضة النيل من مكانته والمساس بتاريخه العظيم. نقول إن قيمنا وأخلاقنا لا تسمح لنا بالنزول إلى الأماكن التي تقبعون فيها أنتم، فلا نرد الإساءة بإساءة ولا نعقب على البذاءة بمثلها، بل نسأل الله لكم الهداية والعودة إلى قادة الصواب بعد إن ضلت عقولكم وانحدرت أخلاقكم التي ما انحدرت إليه. إننا لا نراهن إلا على العقلاء فيكم وذوي الضمائر الحية التي عليها أن تصحوا وتنبذكم وتنفذكم كي لا تصابوا بذات المرض وذات الداء. فخامة الأخ الرئيس، الأخوة الأعزاء، إننا نمر بأزمة حقيقية ووضع استثنائي لم تشهده بلادنا من قبل. هنا قلة قليلة تحاول سرقة الوطن والسلطة بما هي إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع، بل تحاول تدمير الوطن وتفتيت المجتمع وتعميق الانقسام. هذه القلة دابت منذ أسابيع على إثارة الفتنة والكراهية في المجتمع تحت حجج واهية أو دعاوي كاذبة. ما أراد الله بها من سلطان. لقد ركب هؤلاء موجة الاحتجاجات الشبابية التي عبرت عن رغبة الشباب في حياة أفضل ومستقبل زاهر. نسعى جميعا لتحقيقه، مدركين مال الشباب من مكانة وأهمية، ومقدرين دورهم في عملية البناء والتنمية وحقهم في المشاركة السياسية في الحياة السياسية والإسهام في بناء مجتمع يمني تسوده العدالة والمساواة. لقد تعاملنا مع حركة الشباب مسؤولية عالية، تقديراً منا بأهمية المطالب التي يطرحونها وحقهم في النضال سلمياً لتحقيقها. فاستجبنا على التو للمطالب الاقتصادية واتخذنا جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية لهم واستيعاب الآلاف منهم في الوظيفة العامة وتقديم المساعدة للذين يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة في الوقت الراهن، على أمل استيعابهم في الأشهر والسنوات القادمة. أيها الأخوة الأعزاء، إن أزمة اليوم هي من صنع هذه العناصر الموتورة في المشترك التي لم تقدر حجم الأخطار التي قد تلحق بالوطن من جراء ممارساتهم المتهورة